ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العلمي الدولي الثاني حراك كربلاء العلبي في القرن العاشر الهجري، الذي ينظمه مركز تراث كربلاء التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، وتحت شعار تراثنا هويتنا، جرت أعمال الجلسة الثانية التي ضمت إلقاء 6 أبحاث علمية بعناوين مختلفة. دعم مركز تراث كربلاء على عقد مؤتمرات علمية دولية تعنى بالتراث الكربلائي على مستوى القرون الفائتة، وهذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني الدولي الذي يعنى في ذلك، وتناول أعلام كربلاء في القرن العاشر الهجري. بدأت أعمال اليوم المؤتمر في مجموعة من البحوث صباحا، وهذه اليوم الجلسة الثانية. ساهم في هذا المؤتمر جمع من الباحثين من داخل العراق وخارج العراق من العرب والمسلمين حقيقة، وأضافة نوعية إلى المؤتمر. الجلسة التي ترأسها الأستاذ الدكتور سامي الحاج حمود وقررها الدكتور قصي ثعبان الأسدي شهدت حضورا واسعا من فضلاء الحوزة العلمية والأكاديميين، وتخللتها مداخلات متعددة. في الواقع نحتاج إلى إقامة هذه المؤتمرات لتعريف هويتنا وتراثنا الإسلامي الشيعي. أنا شاركت في هذه المؤتمر بتحقيق حاشيتان للشيخ تقي الدين إبراهيم الكفعمي من المدفونين في كربلاء. الحاشية الأولى حاشية على كتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلي، والحاشية الثانية على كتاب الدروس للشهيد الأول محمد بن مكي. مؤتمر الحراك العلمي الذي يستمر على مدى يومين يتضمن 4 جلسات بحثية بواقع جلستين في كل يوم، والذي يشارك فيه أكثر من 60 باحثا من داخل العراق وخارج.